السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة. خليني أبدأ بظهور السيد جمال مبارك، لأنه مما لا شك فيه أنه حدث له دلالاته، له أهميته، وله ضرورة قرايته هذا الحدث، خصوصا أنه بعد مرحلة من الهدوء النسبي والاختفاء الطوعي من السيد جمال مبارك عن المشهد العام، بنلاقيه فجأة سافر خارج مصر لتقديم واجب العزاء لسمو الشيخ زايد، اسم محمد بن زايد، في وفاة الشيخ خليفة، في يعني موقف إنساني يعني مهم وكل حاجة، لكن ده خروج أول من 11 سنة، سفر لأول مرة، ويبقى في هذه المناسبة تحديدا وهو لا يحمل صفة رسمية، ثم أن الصورة يعني تنشر وتوزع باعتباره شخصية عامة قادمة للعزاء في فقيد كبير عزيز على الأمة العربية كلها عموما يعني. ثم بعدها بأيام ينشر جمال مبارك أو يقدم رسالة بيان بالفيديو للعالم كله، يكلم فيه وبيطرح فيه قصة براءة آل مبارك من تهم طرق غير شرعية فاسدة للحصول على الأموال وإيداعها في بنوك أوروبا. طيب خليني يعني نتوقف عند نقط أساسية هنا. أولا، لماذا الآن؟ يعني ليه جمال مبارك اختار تحديدا التوقيت ده؟ رقم اثنين، ليه باللغة الإنجليزية؟ يعني وخصص البيان كله باللغة الإنجليزية نطقا، والبعض أشاد بفصاحته الإنجليزية يعني. وآخر دقائق العاطفية اللي فيهم حالة من العواطف والمشاعر الدافئة والحارة تجاه سيرة والده ومخاطبة للوالد الراحل، خصصها باللغة العربية، وإن كان التزم بها بالفصحى، لكن في المحصلة الركن العاطفي في الخطاب أو في البيان كان مخصص للغة العربية. برضو خليني أقول أنه من حق جمال مبارك يتكلم، طبعا مواطن مصري من حقه أنه يدافع عن نفسه، يعبر عن نفسه، يقول اللي هو عايزه. لو احنا ارتضينا فكرة ان احنا مجتمع يسمح بحرية الرأي والتعبير، او دولة بتقبل التعدد والاختلاف، وان كنا احنا مش كده، لا احنا مجتمع بيسمح بالتعدد الرأي والتعبير، ولا احنا دولة بتقبل ببساطة بالاختلاف. فيبقى هنا يعني شيء مضاعف، ظهوره مضاعف مرة اخرى. هل استأذن مثلا الدولة وهو يعرف الدولة المصرية يعني صعب انك انت ما تستأذنش في السفر اكيد. طيب في البيان ده هل استأذن؟ هل الدولة المصرية كانت تعرف اطرافا او نصا لهذا البيان؟ انا بقول ده لسبب مهم جدا، ان البيان هو اقوى هجوم على القضاء المصري، يعني شهده القضاء المصري او شهدته الحالة المصرية منذ زمن طويل. هشرح ده تفصيلا، وإن كان برضو مرة أخرى أنا لا أصادر حق أحد، لا سيد جمال مبارك ولا سيد علاء مبارك ولا أي حد أن يقول رأيه ويتكلم. أنا حاول أقرأ وحلل بس المشهد. الرجل كان في البيان شديد الدماثة والاحترام، وفي حقيقة الأمر المحنة اللي مر بيها أبناء مبارك بعد ثورة يناير، والمحاكمات الملاحقات المحاكمات، ووقوفهم في قفص الاتهام، ثم وجودهم في السجن، الحقيقة أظهر لدى هذين الرجلين الابنين يعني معدن أصيل قوي، فيهم تحمل، فيهم صبر، لم ينهاروا أبدا، كانوا على درجة من الصلابة والتماسك. غيرهم كان ممكن يصدمهم الخروج من السلطة إلى المطاردة والملاعنة والملاحقة، ومن القصور الرئاسية وغير الرئاسية إلى الزنازين أو حتى إلى أسوار يعني السجون. ده كان ممكن يهز ناس كتيرة،
ويعني ويزلزل نفوسا كثيرة، لكن هم ثبت ان هم عندهم صلابة وثبات انفعالي وانتماء للوالد وللعائلة بشكل كريم ومحترم، متربين كويس، ولاد اصول يعني. ده مهم للغاية عشان لما نيجي نختلف سياسيا يبقى احنا واضح احنا قاريين موقفهم الانساني ازاي. يعني انا خليني اقول ان انا ببساطة شديدة احد الشهود اللي استدعتهم المحكمة في النظر في قضية اتهام الرئيس مبارك بقتل المتظاهرين، والقضية اللي كان فيها وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة. القضية في نظرها التاني بعد نقد الحكم الأول، واللي أنا كنت ضمن مئات الشهود، ومن ضمن الشهود دول كان المشير الراحل حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق عنان ورئيس المخابرات الأسبق عمر سليمان، يعني أسماء كلها من الشهود اللي أنا كنت برضو من ضمن شهودهم. لكن طبعا البعض من الكارهين يعني مقرر ان انا اللي برأت مبارك يعني مسألة. والشهادة انا كنت بشهد في المحكمة لمدة 7 ساعات، كانت بتنزل على تويتر كلام لا علاقة له باللي انا قلته، ورغبة في التشوير والتشهير والتشويش وكل ده يعني ما اعتدناه وتعودنا عليه وصار معتمدا، حتى انه صعب نفيه، يعني الكذبة لما بتكبر بيصعب نفيها. لكن ومع ذلك انا بس عايز اثبت الموقف هنا الخاص لانه الكلام هنا عن القضاء المصري، بان انا كنت شاهد في محكمه. انا استدعيت من المحكمه بصفتين، صفه شاهد اللي هو متظاهر كان في مظاهرات يناير، والصفه الثانيه محلل سياسي او بالمعنى القريب من القضاء والمحاكمات يعني خبير فني. وسئلت على مدى 42 صفحه، يعني ده اقوالي في شهادتي، وطبعا الشهاده دي كان موجود في القفص ساعتها السيدان جمال وعلاء مبارك والرئيس الراحل وقيادات الشرطه طبعا السابقه. المهم انه سئلت بصفتين، صفه الشاهد وصفه المحلل السياسي، حتى انه رئيس المحكمه القاضي الجليل المستشار الجليل الرشيدي، وكان يعني يكرمني يعني ويزيد كرمه الشديد يعني في انه يضفي علي صفات فيما يخص محلل سياسي ممتاز ومعروف بالكفاءه يعني. فادي كشاهد، هل انت شفت قتلى في مظاهرات يناير؟ فانا قلت اللي انا قلته قبل كده في النيابه، اللي هو ان انا شفت ناس مرفوعه على الاكتاف و متشالة كأنها يعني نعوش طائرة، وبيقولوا انهم اتضربوا بالرصاص. المحكمة سألتني انت رحت حققت الواقعة دي؟ شفتهم؟ لا طبعا ما رحت، ده احنا في ملايين المتظاهرين. وانا بالنسبة لي كان وضعي كمان في المظاهرات شديد الحرج، انه الناس اللي عايزة تتضامن معاك، الناس اللي قاعدة تصور معاك، الناس اللي بتبوسك، الناس اللي عايزة تناقشك، فكان من المستحيل انهم يا جماعة تعالوا نروح نشوف يعني. فانما ده اللي كان بيتسمع، هل شفت ضرب اطلاق رصاص؟ فقلت شفت يعني ما كان يشبه اطلاق الرصاص من اسطح جامعة الامريكية في ميدان التحرير، وحيث كنا موجودين في الوقت ده. ده شهادتي كشاهد، لا شفت حد ضرب الرصاص عيانا بيانا، ولا شفت قتيل وتبينت مقتلة. طيب كمان محقق كمحلل سئلت من المحكمة في حضور السيدين جمال وعلاء مبارك، هل تعتقد كمحلل سياسي انه الرئيس مبارك امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين؟ فانا قلت في المحكمة وهفضل اقول لغاية ما اموت، انه كان حتى يقول هل المتهم السيد محمد حسني السيد مبارك قد امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين؟ فأنا قلت إنه الرئيس السابق حسني مبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر وقائد من قادة أكتوبر اللي دفعوا عن الشعب المصري وحاربوا من أجل مصر، فلا أظن أبدا ولا أتوقع إطلاقا إنه يؤمر بقتل الشعب. فأنا أنفي تماما كمحلل سياسي
اي فكره او اي نوع او اي يعني خاطر انه مبارك امر باطلاق الرصاص. ثم عقليا لو كان امر باطلاق الرصاص لكانت مجازر، احنا كنا ملايين في الشوارع لو اطلق رصاص كانت مجازر. انا بقول كده بوضوح اهو مره تانيه، ودي شهاده بقى، ابى من ابى شاء من شاء، حب اللي حب كره اللي كره، دي قصصهم مع نفسه. يعني واحد من شباب 6 ابريل كان الله في عونه، لانه في الفتره دي فعلا كان سجين، ويعني واحساسه بالظلم كبير، واحساسه بالضغط اكبر، وحصاره النفسي هائل. وانا يعني متفهم تماما لما بعت مقال بيهاجم فيه ابراهيم عيسى، وقد كان صديقا يعني عزيزا واخا صغيرا، يعني انه شهد لمبارك وانه مش عارف ايه، هو يعني ولا شاف الشهاده ولا شاف انا قلت عليه هو شخصيا ايه في نص المحكمه، في شهاده المحكمه او عن 6 ابريل كمان يعني، وشهاده افخر بيها لانها شهاده امام الله وامام التاريخ يعني، ولكن 42 صفحه 12000 كلمه. طيب انا بقول ده ليه دلوقتي؟ عشان نفصل حق الاختلاف مع مبارك عن انصاف الرجل في واقعتين. الواقعة الاولى انه اللي عايز يقول يقول هو بطل من ابطال حرب اكتوبر، وانا اتمنى واحلم وادعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لكل من شارك في اكتوبر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحاجة التانية انه لا يمكن باي حال من الاحوال يكون امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين وعلى الشعب المصري. النقطة التالتة بقى اللي جمال مبارك بيتكلم عنها في البيان ده كله هي قصة الفساد الاقتصادي او الفساد المالي او التربح من السلطة. طيب خليني برضو ابقى شديد الوضوح، كل ده عشان اعلق على كلمة مبارك، هي جاهزة يا جماعة ولا لسه؟ طيب خليني انا لسه في محط التمهيد يعني. في ظني انا شخصيا يعني انه مبارك ما كانش محتاج اطلاقا اي نوع، وبالمناسبة ولا اي رئيس مصري خالص من اول نجيب لغاية الان، ما تصورش اطلاقا انه الرئيس المصري في حاجة الى انه يثري نفسه في السلطة والحاجة دي، انه اساسا البلد بتبقى كلها تحت امره، يعني البلد كلها بتبقى تحت امره، يثرى ليه؟ قصور رئاسية، استراحات رئاسية، يعني مش محتاج الرئيس، مش محتاج يمد ايده في جيبه يطلع 10 جنيه. بالذات بقى الرئيس مبارك ما كانش متصور انه هيمشي اساسا خلود 30 سنة، فيمشي ليه؟ وهو اساسا ياخد فلوس ليه؟ ما هو قاعد، بلد هتروح فين؟ هو هيعمل ايه بيها يعني؟ هياخدها يتفسح؟ هيكون ثروات؟ فالرئيس قاعد بقاله 30 سنة ولا شغله حكاية فلوس، ولا عمره عرف قبض ايه مش قبض ايه، ولا مين ايه، ولا الانفاق على ايه. كل حاجة بتتعمل عادي يعني مصر يعني. وما اظنيش ان في اي حد من نجيب في عصر الجمهورية دي كلها حاسب اي رئيس على ذمته المالية اصلا. طيب اذا ولما بيقول هنا جمال مبارك انه هو الوالد والوالدة ما لهمش اي اصول في الخارج، انا اصدق جدا لهم اصول في الخارج، ليه يعملوا ايه اصول في الخارج؟ بقول لك مصر بتاعتهم يعملوا ايه بالاصول في الخارج دي اصلا؟ طيب انما القصه هنا قصه جمال وعلاء، قصه الابناء. ومن هنا بقى تعالوا نسمع اول مقطع قاله جمال مبارك، علشان مهم للغايه نعرف هو يعني بيتكلم عن عصر والده ازاي، ثم عن ما بعد يناير ازاي، وعن القضاء المصري ازاي. تعالوا نشوف. خليني هنا اقف عند نقطة مهمة.
جمال مبارك بينفي بناء على الاحكام النهائيه اللي بيتكلم عنها اي طرق غير شرعيه وغير مشروعه لوجود هذه الاموال والاصول في البنوك الاوروبيه، لكن في اموال وفي اصول. مره اخرى في فلوس وبيتم الاحتجاز عليها او احتجازها بناء على الاجراءات اللي خدتها مصر. فجمال مبارك بيشكي او بيرفع دعاوى هو والاسره في الاتحاد الاوروبي وغيره المجلس الاوروبي على اساس ان الاجراءات اللي اتخذت في مصر اجراءات غير قانونيه وانتهكت حقوقه، ومن ثم فالاجراءات اللي خدتها اوروبا مبنيه على اجراءات خاطئه انتهكت حقوقه، وانه الاموال دي ما فيش اي دليل على انه مجيئها ودخولها هنا لحساباته غير شرعي. قامت اوروبا قالت صح، انت صح، انت بتتكلم صح، كيف كان مظبوط. اللي انا عايز اتوقف عنده هنا بقى ان في اموال، وهنا بقى يجي الكلام عن الملايين اللي موجودة في الخارج. طبعا هو كمواطن مصري من حقه بقى اي حاجة، لكن كابن رئيس الجمهورية، كولدي رئيس الجمهورية اثناء رئاسة والده للجمهورية، يبقى سؤالين واضحين. السؤال الاولاني، من اين لك هذا؟ وشبهة التربح السياسي، سيبك من الفساد، انت بتقول انه مفيش اي دليل على انهم خرجوا بطريقة غير مشروعة او انهم جلبوا بطريقة غير مشروعة، ماشي، لا انا عندي دليل وانت بتقول مفيش دليل، خلاص. اللي انا بسأل في التربح السياسي، لانك انت مش من مصروفك، ما كانش فلوس من مصروفك، وفي بداية كما احنا نتكلم في بداية شبابك يعني وعملك الاقتصادي انت وعلاء، فهنا سؤال سياسي مش جنائي، وده اللي المفروض ان المصريين كلهم خرجوا في 25 يناير ضد سياسة مبارك، ضد سياسة مبارك مش ذمة مبارك. طبعا مع وجعة الغفل اللي قعدوا يكتبوا بلاغات كل شوية 1000 بلاغ واي طعن في الذمة وخلاص بأي كلام، وشوية بقى المهيجين اللي برضو قاعدين و70 مليار ثروة مبارك ويقعدوا يقسموها على الناس في ميدان التحرير، كل واحد هياخد نصيبه قد ايه، كل هذا الهراء والعبث والكلام الفارغ هو اللي بيضيع القضية الحقيقية. القصة ما كانش كلام عن ذمة مبارك، الكلام عن سياسة مبارك، الكلام مش عن فساد أبناء مبارك، الكلام عن كيف اغتنى أبناء الرئيس. ده السؤال، دي أسئلة سياسية. الحكم السياسي على حسني مبارك تم يوم 28 يناير 2011، حاكم مصري، أول حاكم مصري، ما قلتش آخر لأن بعد كده مرسي برضه، أجبرته الجماهير على التنحي. عندنا رئيس جمهورية محمد نجيب يعني تعرض للحبس والسجن والبهدلة وقلة القيمة من زملائه وأطاحوا بيه. عندنا جمال عبد الناصر خرج في مشهد تنحي، فالجماهير قالت له لا تتنحى وقعد، لكن على الأقل يعني الجماهير خرجت وقالت له اقعد، وإن كان يعني مضى إلى قضاء ربه وهو يعني تلاحق هزيمة كارثية اسمها 67، إلى جانب كل إنجازاته كانت هناك هذه الكارثة إن البلد محتلة والأرض محتلة. الرئيس السادات اغتيل على يد الجماعات الإرهابية. الرئيس مبارك أجبرته الجماهير على التنحي. عايز بقى تقول أصلها ثورة، أصلها انتفاضة، أصلها مش مهم، المحصلة إيه؟ ناس خرجت في الشارع أجبرته على التنحي. دي محاكمته السياسية اللي أنا كان رأيي إنه ولا يروح محكمة ولا يقعد ورا قفص ولا كلام من ده، الموضوع انتهى. انما طبعا غوغائية المرحلة والفترة والفوضى والتفلت والاخوان ومحاولة الهاء الناس كل ده، تم دفع قضية المحاكمات دي ورأي ان احنا دفعنا ثمنها غالي جدا، وبرئ مبارك في الاخر، لانه فعلا لا يمكن يكون امر حد بقتل متظاهرين اصلا، ولو كان امر كان زماننا بقى 5-6 آلاف 7 آلاف واحد ميت في شوارع مصر.
نتيجه ثوره يناير. طيب اذا الثوره ضد مبارك او رفض مبارك رفض سياسي مش له علاقه بالذمه. وهنا الكلام برضو عن جمال مبارك بصفته ابن الرئيس مبارك وعلاء مبارك بصفته ابن الرئيس مبارك، انه الثروه دي تكونت زي اي حد في الدنيا هيبقى فيه شبهات ان ده ابن الرئيس، زي ابن ترامب اللي هو الملياردير اصلا، زي ابن بايدن هانتر بيسالوه الاسئله السياسيه دي، من اين لك هذا؟ ولغايه دلوقتي ما عرفناش من اين لك هذا، احنا عرفنا انه لك هذا، انما من اين لك مش عارف. بتكلم في اقتصاد بقى، بتكلم في ازاي كسبنا الملايين دي، عشرات الملايين دي. السؤال التاني، وليه انت حاططهم بره؟ ليه جمال وعلاء مبارك فلوسهم بره مصر؟ ده انتوا ولاد الرئيس، يعني اولى الناس بالبنوك الوطنيه، اكتر ناس المفروض تدعموا اقتصاد بلدكم، تحطوا الفلوس اللي بالدولارات وبالمش عارف ايه في بنوك بلدكم الوطنيه. ليه الفلوس بره؟ عشان دايره من بره؟ معرفش. عشان البيزنس بره؟ احتمال. ليه مش جوه؟ ليه كان 30 سنة مبارك بنطالب الناس بانهم يودعوا الفلوس ويجيبوا الفلوس هنا في البنوك الوطنية؟ ليه المصريين اللي في الخارج بيبعتوا لأهاليهم في البنوك الوطنية عشان يصرفوا على أهاليهم هنا في مصر، لدرجة ان بنتكلم السنة دي حاجة و30 مليار دولار المصريين بعتينهم هنا لمصر؟ ليه انت يا جمال وعلاء حتى الآن ليه الفلوس برة؟ حتى الآن السؤال يعني طبعا، ليه كانت الفلوس بره؟ وليه ظلت بره؟ وليه بعضها موجود من سنة 2000 ل 2011 10 سنين بره؟ ليه؟ ما أنا خلاص أنا وافقتك، أنت جايب لي أحكام، خلاص أعمل إيه؟ ده حكم بات إنها مش بوسائل غير مشروعة، إنما هي 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 منين؟ وهي ليه هناك؟ طيب النقطة المهمة هنا بقى، ويظل السؤال عن التربح السياسي. التربح السياسي ده يعني ابن الرئيس في مصر وعائلة الرئيس في مصر عايزين تقولوا انها بتتعامل في المال والاقتصاد كده بعدالة المواطن العادي؟ ده احنا في مصر يا جماعة، احنا بقول لكم ايه يعني، لو عايزين نكذب نكذب، بس مش لدرجة اننا نكذب على نفسنا. عايزين نخاف نخاف، بس مش لدرجة تترعب. عايز تقول لي انه انا هروح اقدم نفسي في اي مكان، اقدم ورقة ولا مش عارف ايه واطلع انت ابن الرئيس؟ ده انا لو بعت ابني هيتم التعامل معه على اعتباره انه ابن شخصية عامة وبتاع، واهلا بيك وبنحب ابوك ومش عارف ايه. طب خلي بقى ابن الرئيس، احنا المواطن، احنا ده بنملكه من بعض المحبة والنفوذ المعنوي على الناس، نقدر نتوسط في شغلانة، نقدر نقول اصل ده قريبي محتاج ايه، والناس بتستجيب كلهم بايه، بدرجته او كلهم بمحبته او كلهم بقدرته، وانت تقعد تتطوع علشان يعني تقف جنب فلان مش عارف مين فعايزين نوصي عليه فلان، ما بالك بابن الرئيس؟ فوالنبي ما نقعدش بقى ايه، نقعد نكذب على بعض ونلف، البلد مليانه كذب ومش ناقصه. فالمكانه اللي عائله الرئيس في اي دايره بتشتغل فيها، لو موظف في الشهر العقاري هيعامل برضه معامله ابن الرئيس، وهيبقى له نفوذ في الشهر العقاري. ده في مصر او في الدول اللي زينا يعني. فهنا السؤال عن التربح السياسي. الناس كانت بتشاركك لعبقريتك الماليه ولا لانك ابن الرئيس؟ انا بتكلم على جمال او علاء يعني. وبعد شويه انت مش بس ابن الرئيس، ده انت امين السياسات في الحزب الحاكم، بقى ليك صفه سياسيه. تخلينا نسال بدل المره مليون عن مكانتك السياسيه ونفوذك السياسي وقتها وهو كبير وواسع وتاثيره في تحقيق الثروه. ده كلام السياسه اللي بجد، ما فيهوش محكمه، ده ما فيهوش محاكم، ده فيه سياسة. ليه بقى؟ لأنه أنا ألمح أيضا رأي ربما يكون في حد بيحاول يقنع جمال مبارك، وهو حقه بالمناسبة زي حق أي مواطن مصري، بتكرار تجربة ماركوس. أنتوا عارفين منذ أيام
طب خليني احكي لكم من سنه 1986، من 36 سنه الفلبين شهدت ديكتاتورية استمرت لمدة 20 عاما لماركوس الرئيس الفلبيني، وحتى زوجته إيميلدا ماركوس كانت مثالا ونموذجا للرفاهية، إلى درجة أنه يعني كانوا بيصوروا عدد الأحذية اللي عندها، كان لها قصر من قاعة في قصر أحذية بس. وثار الفلبينيون الشعب الفلبيني على ماركوس سنة 86، وخرجت ملايين الجماهير من الشعب الفلبيني، حتى وصلت الأمر إلى اقتحام القصر الرئاسي، بل وصل الأمر إلى حد اقتحام قاعة الأحذية بتاع إيميلدا ماركوس. وصارت الفلبين هذه الثورة العارمة اللي أدت إلى أن طبعا ماركوس يطاح من الحكم، فضلا على أنه العيلة تسافر إلى أمريكا. بعد كام سنة رجع ماركوس الإبن فرناند ماركوس الى امريكا الى الفلبين، وعمل جماعه وعمل حزب وبدا يعمل اعلام وانشطه ومش عارف ايه. منذ ايام انتخب فرناند ماركوس رئيس الفلبين ابن الدكتاتور بعد 36 سنه وعمره 64 اظن دلوقتي، ورجع بقى رئيس الفلبين 10 مايو 2022. هل ماركوس الابن يشكل حلما لأبناء آخرين؟ جايز، خصوصا أن البعض بيتكلم على أنه رد الاعتبار بمرور 6 سنوات على آخر حكم قضائي نفذه جمال مبارك قد مر بالفعل، وأن انتخابات 2024 لو هو عايز يخش تحت رئاسي عايز يرشح نفسه له أن يرشح نفسه. طيب أنا بس برضو مرة أخرى، لان ده يفتح باب مهم جدا بقى، وهو ليه بالانجليزي؟ ده السؤال الاولاني. انت المفروض بتخاطب يا سيد جمال الشعب المصري عشان تؤكد على براءة والدك وبراءة الاسرة، ولا بتخاطب الرأي العام الغربي؟ ولو انت عملت نسخة مكثفة باللغة العربية مرة اخرى، مخاطبتك للمجتمع الغربي ليه؟ هو المجتمع الغربي ما شأنه بالموضوع دلوقتي بيك؟ هل أصل ده موضوع أوروبي، هو الموضوع أوروبا وكلمة أوروبا يعني بيانا، يعني بيانا، ولا ممكن كان يبقى تصريح مقتضب هنا ولا هناك؟ مين قاعد في أوروبا مستني بيانك؟ مين قاعد في أوروبا مستني بيانك؟ طيب الحاجة التانية المهمة، طبعا سيبك من استخدام بقى الإخوان للبيان ده والإخوان أي حاجة، دود الأرض هم وعفونة الأرض أي حاجة عايزين يعني، لكن يشاور لك على الموقف السلفي الدؤوب والمنتظم اللي شغال بيه تغريدات السيد علاء مبارك. هل احنا هنا برضو بصدد إخوان بيعملوا هاشتاج جمال مبارك رئيسا لمصر مع النفس السلفي وأصبح واحد من يعني الدعاة اللي بيدافعوا عن الإسلام في مواجهة الوجوه الوحشة اللي بتهاجم الإسلام واللي عايزة تهدم أصول الدين والحاجات دي، فجأة بقى مثقف إسلامي واسع الدراية، ولا فجأة بقى واحد من الدعاة، ولا مواطن غيور يعني خايف قوي على الإسلام من الأصوات المستنكرة اللي بتطلع تنتقد في الخطاب الديني أو بتدعي حاجات في التاريخ هو جاهل بيها؟ لكن مش مشكلة، يعني من إمتى الجهل بيمنع أي حد أنه يتكلم؟ ده بالعكس، ده الجهل أكثر الناس مبادئة بالكلام والهجوم وطرح الأفكار والفتاوى. طيب دي أسئلة كلها تبدو مشروعة في سياقها السياسي، لكن في سؤال، السؤال الكبير، ما موقف القضاء المصري؟ تعالى نسمع مع بعض استكمالا لهذا البيان ونتوقف عند الجمل المهمة دي. جمال مبارك هنا بيقتطع، بيطلع مقتبسات من الأحكام الأوروبية، وكمان بيلخص وبيقول لنا رأي في آخر مرافعاته الشفوية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. أقر مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكنه الاعتماد على بعض الإجراءات القضائية والقضايا
ضد أسرتي في مصر، وأكد أن سبب ذلك هو عدم احترام حقوقنا الأساسية في مثل هذه الإجراءات والقضايا. يعني بيقول على قضاء مصر أنه لم يحترم حقوقهم، وأنه يعني ظلموا، وأنه أحكام ظالمة، وأنه قضاء غير منصف. في حكمها الصادر الشهر الماضي خطت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي خطوة أخرى للأمام، حيث قررت أنه لا يمكن الاعتماد قانونا على أي من الإجراءات القضائية المصرية الأخرى من قبل الاتحاد الأوروبي. ده معناه يا جماعة، معناه أنه تشكيك كامل كامل في القضاء المصري، وأنه الأحكام اللي بتصدر ضد خصوم سياسيين في مصر لا يمكن الاعتداد به. خد بالك ان احكام اللي صدرت ضد جمال مبارك منها ما صدر في 2014 و 2015 و 2016 و 2018 مع حسين، انتوا مفكرين ان احنا بنتكلم على المرحلة الانتقالية او مرحلة الاخوان؟ فهنا نقطة بالغة الاهمية، جمال مبارك اللي هو ابن دولة مبارك، ابنها النجيب يعني، وابنها الاول المدلل، اللي عاشت على انه قضاء مصر الشامخ، وكان كل ما وزارة الخارجية الامريكية تتهم احكاما بانها مسيسة، وكل ما يكلموا عن متهمين ملقين باتهامات جزافية في السجون مبارك على طريقة العالم المرموق دكتور سعد الدين ابراهيم، او السياسي دكتور ايمن نور، او اي حد، او انا، كان يتقال قضاء مصر الشامخ، استقلال القضاء، لا احد يتدخل في القضاء، قضاء مصر النزيه. واظن واعلم يقينا ان كل اللي اتحكموا وصدر ضدهم احكام ونفذوها واتسجنوا احترموا احكام القضاء رغم الاختلاف معاه، ورغم ايمانهم ان وراها دوافع سياسية. يقوم ابن النظام المدلل، الابن البكري للنظام المدلل، انا عارف انه علاء اخوه اكبر بس هو يعني الابن السياسي، يقوم باني كل مرافعاته وباني كل مذكراته القانونية على ان القضاء المصري قضاء غير نزيه. ما تقوليش انا ما قلتش كده، ما تقوليش انا ما قلتش كده، لانه ولا كلمة من اللي بتقولها غير كده. واكثر مستفيد من البيان ده الاخوان المسلمين، واكثر ناس هيلفوا بالبيان دي وبالاحكام دي بتاع جمال مبارك، العالم كله على انه قضاء مصر اللي بيحكم على الاخوان ينتهك حقوق المتهمين. ما هو نصا اكدت المحكمة في حكمها الصادر الشهر الماضي، خطت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي خطوة أخرى للأمام، حيث قررت أنه لا يمكن الاعتماد قانونا على أي من الإجراءات القضائية المصرية الأخرى، وعلى وجه الخصوص في الإجراءات الجنائية، فإن احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة يمثلان جوانب محددة من الحق في المحاكمة العادلة، وهذا مكفول على وجه الخصوص بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضافت المحكمة لذي الحقوق نفسها مكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعد مصر طرفا فيه. بخن بخن يا سيد جمال، ما احنا كنا في عصر مبارك في نفس المعاهدات دي، وصمت من فوق ومن أسفل ومن شمال ومن يعني جنوب عن أي انتهاكات لحقوق المتهمين السياسيين بل والجنائيين. افتكرت حقوق الإنسان دلوقتي؟ وافتكرت القضاء المصري وإجراءاته دلوقتي؟ ده قضت المحكمة بأن السلطات المصرية ذات الصلة، وأنا أقتبس، هو بيقتبس، منعت المتهمين من ممارسة حقهم في الدفاع. برضو الحتة دي انا مش فاهمها كويس،
لان انا حضرت المحاكمه وحضرت مرافعات السيد فريد الديب وشفناها كلها على الهوى، وشفنا مرافعات وتابعنا مرافعات البورصه وتابعنا مرافعات القصور الرئاسيه. فين اللي منعوا من اجراءات الدفاع؟ فين؟ طبعا انا لا ابرر احدا ولا اتهم احدا ولا اعظم مؤسسه يعني ولا اقدسها ولا اعتبر ان يعني هي ملائكه وطلع لها جناحيت ولا اي حاجه من دي خالص. انا بس بتكلم عن الازدواجيه والتناقض لما يبقى في السلطه ثم خارجها، ثم بتكلم على القضاء المصري اللي احنا يعني موضع الحرص الشديد على ان احنا لا نمسه. ادي امين سياسات الحزب الحاكم السابق، وادي نجل الرئيس الاسبق بينشر مطاعنه في القضاء المصري، والقضاء المصري اللي هو الحقيقة برضه يعني لا يسكت ولا يصمت على من يحاول ان يمس نزاهته، مش عارف برضه لم نسمع له صوتا. طبعا ده ليس ما أقوله ليس دعوة على الإطلاق لاتخاذ أي موقف قانوني من السيد جمال مبارك أو من علاء مبارك على الإطلاق. أنا آخر من يذهب في الأرض إلى فكرة اللجوء للمحاكم ولا النيابات ولا يعني تحميس الناس على هذا الإجراء ولا محاولة يعني إغواء حد على إنه يروح للقضاء خالص، ولا تصفية خصوم سياسيين ولا اي من خلال القضاء اطلاقا. بكلم هنا سياسة محضة، مش عايزين بقى بلاغات مواطنين شرفاء والشغلتين دول يعني اللي احنا حافظينهم صم، واللي نظام مبارك وجمال مبارك استخدمهم بدل مرة مليون، والتحيات اللي بتستنزف المتهمين والخصوم السياسيين اللي بيجري وراهم بقى بحملات إلكترونية وباتهامات وبأوراق مزورة، حاجة بقى رهيبة. فاحنا بس نظهر هذا القدر من الفصامية والازدواجية وهذا الاستخدام الممكن المتاح المحتمل المؤكد للإخوان للبيان ده في الطعن في أحكام القضاء المصري. ما هو يقول لك اهو احنا مش انتوا حكمتوا جمال مبارك والاجراءات اللي ايه؟ هو نفس الحكايه عندنا. يلحق احنا محاكمنا ما بتعملش قضاء عادل وما بتوقفش جنب حقوق المتهم، وبينتهي الامر الى ان احنا مظلومين ولا يعتد بهذه الاجراءات. مره اخرى ايه اللي خرج الفلوس بره؟ والفلوس جت منين اصلا؟ وإيه علاقة التربح السياسي بالأموال الثروة آل مبارك؟ مع كل احترامنا وتقديرنا بقى إحنا بنتكلم هنا السياسة، مش بنتكلم أبعد من السياسة وأبعد من مواطن عاش 30 سنة تحت حكم مبارك. فمن باب الإنصاف يعني إنه إحنا نظهر إلى أي مدى وإلى أي حد انه الناس لما خرجت في 25 يناير خرجت سياسة وخرجت في دفاعا عن كرامتها وعن كبريائها، ما خرجتش اصل مبارك ما ابنه عنده يخت ولا اصل مبارك بيقعد في شرم الشيخ. كل هذا الكلام العهن المنفوش ده اشتغلوه في التسخين وفي كل واحد كان عايز يظهر قد ايه هو معارض وقد ايه بقى ثوري وحاجات كده، وبعض الصبية وبعض المتصابين مش ورا الحكاية دي حتى أفسدوا علينا ثورتنا. يعني تعالوا بقى للنقطة نقطة سريعة فيما يخص بيان رئيس مجلس الوزراء وفيما يخص المطور الصحفي وفيما يخص وثيقة الملكية، وإن كان الوقت قد دهمنا وأعتقد أن الزملاء بيقولوا لي أجل الكلام ده لبكرة، رئيس الوزراء وورقه وسياساته مش هيروح بعيد، قد نذهب نحن الى بعيد، لكن هو موجود في خلينا بكره لو لنا عمر نكمل في هذه النقطه. بعد الفاصل نلتقي. عدنا حديث القاهره.
عايز اتوقف عند شيء غريب عملته شركة نتفليكس. بعتت جواب للموظفين والعاملين فيها، قالت تدعوهم للاستعداد الى العمل على محتوى قد لا يعجبهم، مشيرة الى انهم يمكنهم تقديم استقالتهم. يعني اللي مش عاجبه يستقيل. بناء على وظيفتكم قد تحتاجون الى العمل على محتوى تعتقدون انه ضار، اذا وجدتم صعوبة في دعم اتساع نطاق المحتوى لدينا قد لا تكون نتفليكس المكان الانسب لكم. اللي مش عاجبه يروح. ودي قصة غريبة شوية. بيقولوا ان التعديل ده حصل حتى يتمكن الموظفون المحتملون الجدد من فهم موقفنا واتخاذ قرارات مستنيرة بشكل افضل حول ما اذا كانت نتفليكس هي الشركة المناسبة ليعملوا فيها. طبعا جزء من الموضوع انه بعض موظفي نتفليكس احتجوا على بعض المحتوى اللي بتعرضه المنصة او اللي بتنتجه المنصة، فكان رد فعل المنصة هو الاتي: اللي مش عاجبه يروح. خدوا بالكم انه في حاجة في العقود خصوصا فيما يخص موضوعات الفن والفكر والثقافة والرأي اسمها شرط الضمير، بتبقى في العقود سواء مكتوبة او مش مكتوبة في حاجة اسمها شرط الضمير. انا ماضي معاك هنا في القناة على ان انا هعمل برنامج في قناة ضد التطرف الديني وضد السلفية الدينية، فلو انا فوجئت ان القناة بقت سلفية من حقي ان انا العقد شرط الضمير، او انت متعاقد معايا على اعتبار ان انا راجل تنويري وراجل حداثي بواجه التطرف الديني، فلقيتني قاعد في المحطة بقول افكار او في البرنامج بقول افكار تحض على الكراهية وبقول افكار تحض على العنصرية، لا في شرط الضمير انت خليت كده بعقدين. هنا بقى نتفليكس بتقول اللي مش عاجبه يروح. خليني المنطق ده في عالم الفكر والإبداع والمحتوى إلى أي حد نقدر نحلله ونفسره نقف عنده بالتفسير والتحليل مع كاتبنا وناقدنا المتميز الأستاذ أمجد جمال. أستاذ أمجد أهلا بيك فندم. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، مساء الفل على حضرتك وعلى كل مشاهدين حديث القاهرة، مبسوط إني معاك طبعا. شكرًا جدا يا أمجد. أمجد، هل يمكن أن تحلل لنا موقف نتفليكس مع موظفيها اللي مش عاجبه يمشي؟ هل هم ما عندهمش هذه الطاقة على إن هم يعني هيقنعوا بقى الموظفين بإن ده إبداع وإن دي حرية وإن إحنا، ولا هو برضه شركة وصل درجة من النجاح الضخمة الكبيرة رغم تراجع مشتركيها مؤخرا فمش ملهاش طعام بقى، يعني اللي هيمشي يجيب 10 غيره؟ بالظبط، هو واضح ان في ضغوط على نتفليكس في الفترة الأخيرة سواء من الميديا سواء من انتقادات كتيرة على نتفليكس، وكمان نتفليكس اقتصاديا بتمر بأزمة، يعني بتمر بأزمة، ده عرفناه بالأخبار اللي من أسبوعين اتنشرت ان الأسهم بتاعتها نزلت الربع تقريبا، عدد المشتركين قل، فأنا بمر بأزمة كشركة، فطبعا مش هيبقى من الـ الجيد ان انا كمان يبقى عليا ضغوطات كمان حتى من يعني نيران صديقة كمان من الموظفين بتوعي اللي احيانا بيتظاهروا ضدي وبيعملوا يعني نوع من التمرد او الشغب ضدي وبيخرجوا في مسيرات ضد المحتوى اللي انا بقدمه واسمهم الموظفين بتوعي، فده طبعا يعني هيبقى امر يعني نتفليكس مش تقدر تتحمله دلوقتي، ما عندهاش الرفاهيه انها تتحمل الشكل ده من عصيان ابنائها يعني. صحيح. كمان في خبر اتنشر النهارده اللافت، ان في خبر اتنشر النهارده عن ان هم سرحوا بالفعل، قاموا بتسريح 150 موظف من عندهم ومن غير اسباب، يعني بدون اسباب على كفاءتهم، لكن بسبب الازمه الاقتصاديه اللي هم بيمروا بيها، ولان الناس المساهمين في الشركه اللي عندهم اسهم يعني في نتفليكس بيقادوا الشركه لانها ما كانتش شفافه في اعلان نسب الارباح بتاعتهم او نسب الاشتراكات وما الى ذلك، فبالتالي المساهمين تضرروا من الدروب اللي حصل مؤخرا ده، يعني في ضغوط من كل النواحي على نتفليكس. هم طبعا صحيح حاليا مش في ظل الرفاهيه ان هم يتحملوا هذا كمان انتقادات من صحيح، بس انا بقول ده ليه او بطرح النقطه دي معاك ليه يا استاذ امجد؟ على اعتبار انه في الاقتصاد الحر
يمكن للموظف اللي بيشتغل في شركة بلاها ضد مبادئه أو ضد أفكاره وبدأت تروح ناحية مش عاجبها، يقدر يمشي وياخد بعضه ويمشي ويلاقي مجال آخر للعمل ويوافق أفكاره ويوافق آراءه. لكن في مجتمعات زي مجتمعاتنا المسألة صعبة، يعني يمكن للمرأة أن يستمر في العمل داخل مؤسسته وهو ضد أفكار المؤسسة أو توجهها، وده بيعمل ازدواجية وبيعمل فصامية شديدة جدا. يعني طبعا هو كمان بمناسبة الفصامية أو الازدواجية، يعني هو في مفارقة، يعني مفارقة يعني رائعة جدا في اللي حصل ده، إن السبب الـ يعني إن الانزعاج اللي عند الموظفين أو الانتقادات اللي الموظفين والضغوطات اللي بيمارسوها على شركتهم بسبب حاجة عكس تماما الانتقادات اللي احنا هنا في مصر صحيح والوطن العربي عموما، ده علاقة بالحرية الدينية، علاقة بالحرية الجنسية، الحرية يعني هم متضايقين جدا من عرض كوميدي للكوميديان اللي هو الكوميديان الرائع ديف شابيل، احد عروض الكوميديا اللي هي الستاند اب اللي بيأديها بشكل سنوي مع نتفليكس، عروض حصرية على نتفليكس، واللي بدا منها سخرية من العابرين جنسيا، من العابر مجتمع الميم عموما، العابرين جنسيا او المثليين جنسيا او عكس الاتهامات الشرقية اللي نتفليكس بأنها بتعمم فكرة المثلية، بتطبع الظواهر دي، نتفليكس بتروج للمثلية، نتفليكس بتروج. لا هو برضو النقطة دي يا أستاذ أمجد، بيقولوا لا ده انتوا بتضطهدوا المثلية، ده انتوا بتتنمروا، فهو المفارقة ان يعني مزايدة عليهم. مزايدة عليهم يعني، وحاجات يعني بجملة الضغوط، يعني ان انت صحيح منين ولا انت مش عارف ترضي حد كده. النقطة دي مهمة برضو يا أستاذ أمجد، لأن ملاحظ نفس سلفي عند بعض ممثلين اللي بيشتغلوا في المجال الفني في مصر، وإذا بيهم بيقولوا كلام سلفي جدا وكلام متزمت، بينما هم بيشتغلوا في الفن المفروض يقائم على التفتح ومقائم على الاستنارة وقائم على التعايش مع كل الأفكار، قائم على الحرية والإبداع. التناقض ده برضو تناقض عجيب، طب ما تسيب الشغلانه وتمشي. بالظبط، واحيانا بيكون بيمشي بعد ما يكون تربح بالفعل، يعني اللي يعيشه ملك سنين طويله، يعني حتى من يترك منهم الشغلانه فيما بعد او يعني بيدعي التوبه، يعني او بيسميها توبه، يعني انا مش شايف ان الاقلاع عن الفن يعتبر توبه، يعني بس يعني هو بيكون بالفعل يعني تكسب من الفن، والفلوس اللي تكسبها دي مثلا ما تبرعش بيها مثلا لحاجه او تنازل عنها، لا هو يعني عايز كل حاجه. احنا مشكله فنانين ان هم عايزين كل حاجه، عايزين الصوره الاجتماعيه، عايزين الفلوس، عايزين مش طبعا مش كل فنانين، عشان يعني انا بقول الاصوات اللي هي تبدو نشاز قوي مع انك انت في وسط فني هدفه وغايته ورسالته حريه الافكار وحريه الابداع. بمناسبه الوسط الفني بقى، تعالى نقرا سوا إيرادات العيد أو العيد والأسبوع التالي له لأفلام اللي اتعرضت، وهي ثلاث أفلام فقط، فيلم أحمد حلمي وفيلم أحمد السقا، الأول بعنوان واحد تاني والتاني بعنوان العنكبوت، وفيلم مجموعة معتمدوا باسمهم كفنانين مسرح مصر أو نجوم مسرح مصر، علي ربيع وزملائه، يعني زومبي. وهنا السؤال، هل ثلاث أفلام لموسم عيد مصري كافي؟ رقم كافي؟ لا هو رقم طبعا غير معتاد، هو كان دايما في الاعياد بيكون على الاقل خمس افلام. بس خلينا برضو نقول حاجتين، اول حاجه ان الانكماش في عدد الافلام ده، دي اصبحت ظاهره عالميه مش مصريه بس من بعد كورونا. يعني في انا بقرا تقارير اجنبيه في مواقع يعني امريكيه، هم بيشتكوا نفس الشكوى في هوليوود، ان الافلام عددها قل، ان هم دلوقتي ماشيين بمعدل فيلم تقريبا كل اسبوع من 2022. صحيح، بس كمان يا استاذ امجد افلام عددها اقل ومستواها ضعف قوي. هو ده حقيقي، بس هو كمان بس خلينا برضو نقول حاجه مهمه، ان الخمس افلام بتوع العيد دايما اللي هم كانوا خمسه او سته، كان دايما بيكونوا هم اثنين بس الحصاد، بعيده قوي عن الناس ويعني فيها ادعاء ويعني فنيات، يعني مش دي السينما زمان، يعني زمان الفيلم صحيح. اللي كان ياخد الاوسكار ده كان بقت سينما كروما كلها، سينما الشاشه الخضراء اللي هتحط عليها الجرافيك، هي سينما الشاشه الخضراء. بالمناسبه حتى سينما الشاشه الخضراء في وقت من الاوقات كانت بتعرف توازن بين بالانسانيات والخضار. يعني حتى في فتره كان في سيفنج برايفت راين كان بينافس مثلا افلام زي
فظيع بين النوعين من السينما. زمان لا، مش من زمان قوي، من 20 سنه بس ما كانش فيه الفجوه الكبيره دي بين الفيلم التجاري والسينما. السينما الامريكيه في زهوها كانت التسعينيات الحقيقه. خليني اروح لثلاث افلام المصريين بقى، او الافلام المصريه في هذا العيد. واحد تاني احمد حلمي حقق ايرادات، تجيب يا جماعه الشاشه ونشوف، حقق ايرادات تتجاوز 43 مليون جنيه في الاسبوع الاول، عمل حاجه و30 مليون، الاسبوع الثاني 8 مليون و200، الاجمالي 43,469,000. العنكبوت عمل في الاسبوع الثاني 4,179,000، الاجمالي بقى 26,727,000. زومبي عمل في الاسبوع الاخير 1,849,000 باجمالي 14 مليون. لو احنا بنتكلم على قرابه يعني 86 مليون يا جماعه ولا كام؟ يعني قرابه يعني 90 مليون جنيه. اعتقد انه دي نفس الايرادات والارقام بتاع كل سنه كل عيد، هي المره دي اتوزعت على ثلاثه. خليني اسالك على ليه احمد حلمي الكوميدي غير يعني متفوق على الاكشن بضعفه احمد سي ايه؟ لانه على عدد الافلام قل بعد كورونا. بالظبط، هو هي نفس الاجمالي بس الاسماء اختلفت. بتقول انه تفوق احمد حلمي منطقي علشان الكوميديا بتتفوق على الاكشن دلوقتي. او كمان في رمضان شفنا الكبير قوي ستة، يعني اكتسع، يعني هو المسلسل اللي كان الابرز على السوشيال ميديا والناس كلها تتفاعل معاه بنجاح كبير قوي. الناس يعني الناس عايزه تضحك، يعني كان المسلسل الكبير قوي عامل حاله خرافيه، يعني عامل حاله صحيح. مكي نفسه ما عملش بالكبير خمسه وكبير اربعه وكبير ثلاثه، ما كانش بيعمل الحاله دي. ما في حاجه مجتمعيه للناس تنبسط وتضحك وتتفرج على نفسها. احنا كنا اتقابلنا يعني من حوالي سنتين او حاجه، واتفقنا ان دايما بعد الاحداث الكبرى يعني ثورات حروب اوبئه دايما بيحصل هزه نفسيه، اللي بيحصل موجات سينمائيه، موجات ادبيه، موجات فلسفيه، فالحاجه بتتغير، السائد بيتغير. فدلوقتي هو يعني احنا في مؤشر ان ممكن يكون الجاي هو الكوميديا انها تعود من جديد بعد ما كان. وطبعا التنوع هو الاهم، يعني برضو الجري ورا سياده نوع واحد من الافلام مساله مازق شديد، انما ممكن يكون متفوقه، انما في انواع اخرى موجوده. لكن سؤالي هنا بقى، هل انت شفت الافلام الثلاثه وشاف محتواهم او يعني فنيا ونقديا بتحكم عليهم بايه؟ هل افلام اضافت لاحمد حلمي لاحمد السقا؟ يعني دايما كل افلامه في الفتره اللي هي في بداياته ما قبل النقله بتاعت اسف على الازعاج دي، كان في كده يعني نمط في كل افلامه ان هو الشخص الذكر اللي هو يعني اللي مش مدردح، اللي عايز ان هو الضعيف اللي عايز يبقى قوي، الخجول اللي عايز يبقى لمض كده، يعني عايز يبقى عايز يحسن شخصيته عشان يكون جاذب افلام التنميه البشريه دي. بالظبط، هي دي دايما الفكره في افلامه. هو استعان بالفكره دي وطعمها يعني بحاجه فانتازيه شويه، نوع من الفانتازيا، لان الفانتازيا برضو يعني الافكار الكوميديه دلوقتي لازم تقوم على فكره كبيره، فكره مش حد يعني مش مجرد بس الشاب اللي بيحب البنت، لا لازم يكون في حاجه بتحصل غريبه. فهو حصل له حاجه غريبه مش عايز احرقها يعني، بس دي الحاجه دي مع توليفه الكوميديا في افيهات عصريه، اقدر اقول انها عصريه، والعنكبوت مش لازم لذوق انا يعني، بس وفي برضو عامل اغنيه راب ناجحه قوي على السوشيال ميديا، فكل ده اثر جدا على نجاح الفيلم. هو حلمي لاول مره بيغني راب، وده يعني بينافس محمد رمضان بقى واحمد مكي، يعني هو حتى ابتدى يفكر بذكاء يراجع حساباته ليه الاخفاقات اللي هو عملها في السنوات الماضيه من بعد اكس لارج، كان بعيد قوي حلمي، كان يعني للاسف متراجع، يعني هو ابتدى يفكر بذكاء، يبص حواليه، يدرس السوق. عمل حاجه تستاهل انها تكون الاول، يعني بغض النظر عن ذوقي او مش ذوقي يعني، بس هو يعني طبعا هو تفوق مستحق، انا شايف ان هو في المركز الاول ده تفوق مستحق. العنكبوت تقديرك سريعا له ايه؟ ما قدمش حاجه جديدة، يعني احمد السقا ما قدمش الفكره. اشكرك للغايه. خدنا الجوله السينمائيه دي ونروح دلوقتي الى حدث مهم جدا في مصر، الانتخابات العماليه. نعم هناك انتخابات عماليه في مصر، نعم يا عزيزي، والله العظيم. بعد الفصل نكمل باذن الله. إذن بعد غياب عادت الانتخابات النقابية العمالية مرة أخرى، حدث مهم وجماهيري مؤثر، قطاعات واسعة جدا من الصناعات المصرية
تشهد في منشآتها وفي مصانعها انتخابات اللجان النقابية، ده فراغ كان موجود ها هو يملأ، ومساحة كانت شاغرة ها هي تنتعش. خليني أروح إلى خبرائنا وضيوفنا لهذه الليلة، السيد الأستاذ عبد المنعم إبراهيم الجمل نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب. ده عدد عاملين هائل في البناء والأخشاب، قطاع كبير طبعا، قطاع التشييد. دايما يقولوا التشييد والعقارات وراء 90 مهنة، أكتر كمان من 90 مهنة. ومعانا الأستاذ شعبان خليفة الأمين العام للعمال والفلاحين بحزب المحافظين وعضو الهيئة العليا للحزب. أهلا أستاذ شعبان، منورنا. أستاذ عبد المنعم، إحنا غبنا عن الانتخابات النقابية العمالية بقالنا دي. لا ما غبناش قوي، احنا اخر انتخابات عملناها في 2018. هو يمكن احنا غبنا من 2011 لحد 2018 ما كانش في انتخابات. بعد احداث 25 يناير وكان في قانون جديد بيتعمل، لحد ما اتعملت الانتخابات صدر القانون اخر 2017، عملنا الانتخابات في 18. دي تاني انتخابات بعد القانون الجديد اللي هو 213. احنا مدة اللجنة 4 سنين؟ مدة التنظيم النقابي في كل انتخابات هي 4 سنين. كانت قبل كده 5 سنين، لكن القانون الجديد خلاها 4 سنين. دلوقتي اتعملت على مرحلتين الانتخابات. في 15 نقابة عامة في المرحلة الأولى، تصنيف نقابي يعني، و14 نقابة عامة في المرحلة الثانية في كل القطاعات والمهن اللي تابعة ليها يعني. هو الاتحاد هو اللي قسم المرحلتين؟ لا، هي الجهة المنظمة للانتخابات اللي بتنظم الانتخابات او اللي بتشرف على الانتخابات هي وزارة القوى العاملة. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ده بيضم ال 28 نقابة عامة. بعد كده في نقابات عامة تانية خارج، او في نقابة عامة خارج الاتحاد، وفي بعض اللجان الصغيرة اللي موجودة خارج الاتحاد. ليه نقابة عامة خارج الاتحاد؟ ليه ايه؟ اللي هي النقل والمواصلات. وليه؟ هما مش عايزين يندمجوا او مش عايزين ينضموا. امال ليه بتزعلوا من النقابات المستقله؟ لما ابدا مطلقا عمرنا ما بنزعل منهم، لكن احنا لا، احنا بنبني على حاجه معينه دايما، هي فكره وحده التنظيم النقابي ووحده العمال، هو ده الافضل ليها يعني. وحده التنظيم النقابي مساله يعني يبجلها البعض ويفضلها، لكن لما يتهم وحده العمل النقابي بانه اصبح مواليا لصاحب العمل او لاصحاب العمل، مواليا للدوله، مبايعا طول الوقت، فبيبقى في رغبة عند العمال في انهم يعملوا نقابات تعبر عن صوتهم اكثر من يبقى نقابات تعبر عن صوت الملاك او اصحاب الشأن. هو ده الاتهام اللي دايما بتواجه الاتحاد العام. وانا اعتذر ردا. ده الاتهام اللي بتواجه دايما الاتحاد العام او النقابات الخاصه التابعه للاتحاد العام نقابات عمال مصر، لكن هو مواقف الاتحاد ونقاباته العامه هي مواقف مبنيه على المصلحه اللي بتحقق لصالح العمال. القصه لا مبيعات، لكن من الممكن يبقى فيه زي ما بنقول كده حس وطني احيانا يتعلق ببعض القضايا المتعلقه بالدوله، ببعض الاحداث اللي بتدور حواليها. واعتقد المواقف بتاعت الاتحاد على مدار سنين طويله، حتى لو الخصوم بيتهموها بانها مواليه، اعتقد لو دخلوا في ادبيات او بمعنى اصح ما كتب عن التنظيم النقابي بحياديه تامه، هيلاقوا ليه مواقف كتير جدا، مواقف تتعلق بالتطبيع مع السياسات الاسرائيليه. اعتقد الدوله في تطبيع، لكن او بمعنى اصح في علاقه، لكن ما فيش تطبيع بين التنظيم النقابي والكيان الصهيوني او الهستدروت. بعض المواقف الاخرى اللي تتعلق بالمطالب الخاصه بالعمال، واعتقد زي الحد الادنى للاجور، ده كان مطلب عمالي، وعدم انعقاد المجلس كان موقف من الاتحاد ان لازم المجلس ينعقد ويحدد حزمة الأجور أو الحد الأدنى للأجور. بعض القضايا التانية المتعلقة سواء إذا كان بقانون التأمينات، بقانون قطاع الأعمال العام، وأعتقد حضرتك تابعت المشاكل المتعلقة بقطاع الأعمال العام سواء إذا كان مع قانون جديد أو اللائحة الموحدة اللي بيتكلموا عنها، وفي موقف من الاتحاد ونقاباته العامة ضدها. أعتقد حاجات كتير، يمكن أنا بتمنى أن يبقى فيه لقاء يتعلق بالموضوع ده واتبان في المواقف عشان ننهي هذا الجدل، لأن هذا الجدل المتعلق باتهام الاتحاد. طب ما احنا فتحنا الانتخابات في 2018 وكان في سيولة كبيرة جدا من 2011 لحد 2018 تعمل نقابات كتير جدا خارج الاتحاد. ما يدوش، بل على العكس ما كملوش ليه يا استاذ شعبان؟ بص، هو بدأت عشان نمسك موضوع التنظيم النقابي، اساسا الدستور المصري نص
على استقلاليه النقابات، يعني مش حاسم نقابات مستقله ونقابات عامه لا، ولا تابع للحكومه غير هو تنظيم نقابي واحد مصري بيقبل بعضه البعض، كل تنظيم على حسب المدرسه اللي هو منشا فيها، على حسب المواقف اللي هو زي ما بيقول الاستاذ مصعب نعم الجمل، حسب المواقف اللي هو بيبقى موجود فيها. في الاخر احنا يهمنا احنا داخل جمهوريه جديده، داخل دوله ديمقراطيه حديثه، عاوزين نشوف احنا الفتره الجايه ايه. انا لدي تخوفات النهارده وانا قاعد مع حضرتك، لدي تخوفات النهارده من الانتخابات اللي دايره دي. ليه؟ لان حصل في بعض المشاكل حصلت فيها زي. لما اي الاقي ناس كتير اتشالت من على السيستم، سواء فعل احنا ما دخلناش في النوايا، او سواء السيستم وقع، او سواء تدخل بشري او غير بشري ما نعرفش، انما لما تيجي حد بحجم وكيل لجنه القوى العامله في البرلمان نائبه وتروح ما تلاقيش اسمها في الكشوف وهي مترشحه ولا كمرشحه، كمرشحه وكتير الناس دلوقتي. هو القائم على التنظيم القوى العامله هي الجهه الاداريه، الاشراف 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 على الجهه الاداريه للوحده اللي هتعمل الانتخابات، ولا الجهه الاداريه اللي هي الدوله وزاره القوى العامله هي بتشرف من خلال المديريات ومن خلال لجنه عليا بيمثل فيها الاتحاد، بتمثل فيها النقابات العامه، سواء اذا كان على مستوى اللجنه العليا للانتخابات او اللجان العامه اللي موجوده في المحافظه. عندنا كم مرشح فن؟ لا كتير، 11000 وشويه. على كم مقعد؟ لا ما احنا بنتكلم على 48 نقابه ده بنتكلم في الفتره الاولانيه. تعالوا نطلع جراف الانتخابات نوري الارقام الفتره الاولانيه، انما انا الاشكاليه عندي ابعد من الانتخابات. انا المفروض يوم 28 الحكومه المصريه هتبعت البعثه بتاعتها في جنيف، وانا عندي ناس انتهزوا الفرصه للمظبط العمل تقصد. اه خلينا نقول ان في 1,995,837 عامل لهم حق التصويت في تلك المرحلة. المرحلة دي 15 تصنيف نقابي او يعني جهة نقابية ب 3,814 مرشح، عدد المرشحين بس في قطاع القاهرة. ارقام هائلة يعني طبعا. مش حاجة مائلة يعني. وجهة نظري الارقام دي كارثة. ليه؟ انا قوام تعداد القوى العاملة في مصر 29,635,000، احنا ما تجاوزناش ال 15%. لا بتكلم عن القوى العامله باعتبار موظفين وقوى عامله برضو دول العاملين، انما العمال قصه تانية. لا. العمال اللي بينطبق عليهم صفه العامل. لا ما احنا مش 29 مليون خالص. لا ما ده بيان ده الكلام ده قاله رئيس الوزراء في بدايه الاسبوع ده. كان بيتكلم عن العاملين، قوة العمل في مصر. العمل ده يشمل العاملين في قطاع الخدمات، العاملين احنا لو شلنا الجهاز الاداري للدوله بس بتعليون وده شويه 5,250,000. طيب اذا انا عندي 25 مليون تاني مرحوم. لا ليه ما في قطاع خاص يا فندم؟ ما احنا بنتكلم على 25 مليون قطاع خاص، محرومين من تنظيم النقاب. قطاع خاص وقطاع عام ومهنيات كل دوت موجود جوه. هل الاستبعاد من الترشح في جهات رقابيه بتشوف في الاتحاد في كل نقابه مواصفات ومعايير ومحددات للترشح اللي يخلفها بيستبعد؟ الكلام عن السيستم، في سيستم لعمليه تجريبيه يعني هو نظام تجريبي لا يتعلق بانما الورقي هو اللي بيحدد دخول الورق. لا يزال الاساس هو الورقي. هو الورقي، لكن اتعمل نظام تجريبي، وعلى فكره هو نظام كويس جدا لانه حصر كتير من الاعداد، ظبط بعض الامور اللي كانت بتحصل فيها بعض المشاكل، وانه الممكن انه يبقى السيستم فيه اخطاء وده وارد لانه نظام تجريبي، لكنه مش هو الاساس. ملاحظاتك الاساسيه كنائب رئيس اتحاد عمال مصر على المرحله الاولى من الانتخابات كانت ايه يا استاذ؟ يمكن انا هتكلم على الجزء اللي بيتكلم عنه الاستاذ شعبان في قصه الاستبعادات. طب نسبتها قد ايه؟ طب الاخطاء بتاع السيستم؟ انا عندي رؤساء نقابات. ما هكمل انا بكمل. اتفضل. نسبتها قد ايه من رقم هائل زي ما بيقول الاستاذ ابراهيم؟ وده وارد. ده حضرتك وارد ان يبقى فيه اخطاء، لكن احنا تعاملنا مع اخطاء حصلت، او بمعنى اصح بعض الناس اللي سقطت من السيستم وقعدناهم تاني. انا يمكن النهارده احنا المرحله الثانيه يوم 21 التقديم بتاعها، احنا النهارده وبكره بنسجل ناس تاني على السيستم لانه سقط في عمليه التسجيل خلال المرحله. الورقيه موجوده. الورقيه ده موضوع تاني بقى، ده في التقديم. لكن هو النظام تجريبي للمستقبل يعني لما بعد عمليه تبقى فيها ما يعني ما اقدرش اطلق عليه تعبير استبعاد.
لا هو ده غفلة، سهو، إهمال، تقصير، سقوط للسيستم، إنما استبعاد أنا العام الفلاني الفلاني مش بالطريقة وقدمت أرشح نفسي في النقابة هنا، أنا مغضوب عليا مثلا، ينرجي مش مشموم فيا حتى أن أنا إخوانجي، مين بقى الجهة اللي بتقول لي لأ؟ لا هو اللي بيتكلم عنه كاستبعاد من ممكن حد يكون قدم لقي في الكشوف بعد كده كشوف إعلان الكشوف المرشحين إن اسمه مش موجود، عنده خلال يوم أو يومين إنه بيطعن على هذا الكلام قدام اللجنة، ودي لجنة بيبقى فيها إشراف قضائي على فكرة، يمكن انتخابات التنظيمات النقابية في إشراف قضائي عليها وبعض الجهات اللي بتشرف من جهات قضائية جوه الانتخابات، وبالتالي هنا في زي ما يعني دايما بنقول ان القضاء المصري قضاء نزيه، وان الناس بتاعته من جوه اللجان ديت شيء جيد. حاجه تانية، احنا انتخاباتنا بتتم قدام عمالنا، يعني هم اللي بيقعدوا يفرزوا مش بعيدا عنه، بيفرز جوه، يعني حتى لو في مؤسسه فيها اكتر من صندوق الفرز داخلي قدام المرشحين واقفين بقى كده وبتاع وشرب شاي وسجاير ومتنرفزين كل حاجه كل حاجه، وبعد كده يشيلوا المرشح فائز وبيعملوا حاجات كتير قوي. طيب هل السياسه دخلت الانتخابات دي؟ هل احزاب سياسيه؟ هل تيارات سياسيه؟ ولا مش موجود اصوات لهم؟ هل رصدتوا اي يعني تداخل ما بين تيارات سياسيه والانتخابات؟ احنا بنتمنى ان يبتعد الاحزاب عن التنظيم النقابي بما فيها الاحزاب الاغلبيه والاحزاب الاغلبيه مش ممثله جوه الانتخابات. اصل التنظيم النقابي ملوش ايديولوجيه، هو تنظيم بيضم زي ما بتتكلم حضرتك من كل الايديولوجيات عن السلفي واليسار واليمين والوسط والكلام ده كله، والقانون نفسه بيقول انك مالكش شغل في السياسه. احنا بنتمنى الاحزاب تبعد. بس هو بيبقى هنا بصفته النقابيه يجي يقول لك انا راجل عضو في حزب المحافظين، لكن انا هنا بصفتي عامل في الحديد والصلب يبقى يتكلم كعامل عاملين بنفسه عضو في الهيئه العليا في حزب التجمع. يعني احنا بنتكلم على ايه؟ انه جوه التنظيم حزبك ده خلولك خلي خارج، لان جوه عندك تيارات اخرى مختلفه لازم تبقى مسطره واحده مع الكل. صحيح، بس انا برضو ببحث عن 30 40 سنه فاتوا، بينما كانت القوى اليسار هي القوى تقريبا يعني المهيمنة على العمال في مصر أو القوى العمالية في مصر، في اختراق سلفي وإخواني هائل للعمال في الفترات السابقة. هل ده انعكس على الانتخابات النقابية؟ هل ده انعكس مثلا أن احنا شفنا وجود إخواني في النقابات في الفترة اللي كان فيها يعني مساحة بعد 25 يناير لحركة مثل هؤلاء؟ لا، يمكن احنا بعد 25 يناير احنا كاتحاد مرينا بظروف صعبه جدا، محاوله سيطره الاخوان على الاتحاد، ودي كانت صراعات كبيره قوي حتى جوه النقابات العامه. اخوان على فكره والسلفيين كانوا موجودين في التنظيم النقابي ما قبل 25 يناير، لكنهم مش كتير اللي كان بيفصح عن نفسه الاخوان، لكن كانوا من ضمن النسيج اللي موجود اللي مع نفس الفكره اللي بقولها لحضرتك، ان عندنا كل التيارات موجوده، عندنا الوفديين، عندنا كان الحزب الوطني، كان عندنا يسار، كل الاحزاب وكل التيارات كانت موجودة. بعد كده بعد 30 يونيو طبعا ما اعتقدش ان في اخوان داخل التنظيمات النقابية، من الممكن يبقى في سلفيين، وارد، ما فيش مشكلة. لما نتكلم على الدعوة السلفية والحركة السلفية وحزب النور، تكلمش على شخص سلفي. طبعا شخص سلفي هي يعني هيخش في النقابة زي غيره يعني. زيه زي غيرهم. أنا أتكلم على تنظيمات تدير تخترق. لا وده وحدة إحنا مرفوضة عندنا، يمكن دايما جوه الاتحاد وجوه التنظيمات بتاعتنا إحنا بنبعد تماما الأحزاب، ميوله الحزبية وانتمائه الحزب ده خارج التنظيم النقابي. هل أجندة النقابات العمالية في الانتخابات المرحلة الأولى والمرحلة اللي جاية اللي هتبدأ من يوم السبت هي ذات الأجندة القديمة أو البعيدة؟ لأنه أنا شايف تحديات مختلفة، واقع اقتصادي شديد الصعوبة، ركود في سوق العمل، أصحاب العمل نفسهم بيقولوا جاي يعني، فالعلاقة ممكن تبقى في مساحة توتر بين العمال وصاحب العمل سواء بنتكلم عن القطاع الخاص أو حتى الدولة والحكومة، إلى أي حد في يعني مطروح في الانتخابات الحالية فكرة إعادة يعني العلاقة بشكل أكثر وضوحا وشفافيه بين العامل وصاحب العمل؟ هو المفترض القانون او الدستور القانون نص على ان يكون علاقه متوازنه، والمفترض يبقى في ثقافه بين الطرفين،
مش رقم متوازن وبس. الاثنين صاحب العمل يكون لديه ثقافه ان مش الاجر بتاع العامل ده اللي قيمته بتحدده انت في الميزانيه ما يزيدش عن من 15 ل 19%، لا مش قيمه مضافه عندك، ده شريك اساسي في العمليه الانتاجيه، ده من غيره حضرتك مش هتشتغل. هو العامل اي عامل في الدنيا عاوز ايه؟ من غيره مش هتشتغل برضه. ما انا بس كمان حضرتك اي عامل في الدنيا عاوز ايه؟ اي عامل في الدنيا عاوز حياه مستقره، امان وظيفه عنده، اجر عادي يلبي بيه طلباته واحتياجاته، رعايه صحيه، رعايه اجتماعيه، كل ده كل ده المفروض يتوافق. انا عندي مشكله تانية برضه نفس صاحب العمل والطلبات، واحنا معاه في القصه دي، لان انا النهارده بيخرج له كل سنه مليون خريج، انا عاوز اشغله وعاوز استثمار جديد، فبالتالي لازم اشجعه ان الدوله تدي له حزمه استثماريه، يتوفر له دولار جمركي يقدر يستورد بيه مواد خام عشان نشتغل، كل حاجه انا بظهر فيها. انما النهارده يعني انا النهارده بالتحديد انا عندي 56 عامل اتفصلوا في مصنع من المصانع، واديلهم بالظبط من 2/10/2021 ما بياخدوش مرتبات، وفي الاخر يجي يوم العيد الوقف بتاع العيد يفضلوا يأجروا مرتباته ويديله 200 جنيه قبل العيد وما يديلوش مرتبه. اذا العمال تبقى تعمل ايه؟ قطاع خاص. تعال نشوف برضو وضع الاجر الاسبوعي هنا ونشوف الى اي مدى احنا بنتكلم. متوسط الاجر النقدي الاسبوعي بالجنيه في القطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص. بنشوف طبعا يعني من 2008 استاذ عبد المنعم 329 جنيه بيوصل ويتصاعد لغايه 1200 في 2019، يهبط الى 915 2020. وان كان يعني الفلوس الحاجات اللي بتجيبها ال 915 في 2020 اقل من اللي كان بيجيبه طبعا 329 في 2008 نتيجه التضخم. هل المتوسط الاجر النقدي ده هل يعني يشكل عداله اجتماعيه للعامل المصري؟ لا طبعا. كلنا خلينا واقعيين يعني، حتى واحنا بنحدد، انا عضو في المجلس القومي للاجور، حتى واحنا بنحدد الحد الادنى للاجور مش هو ده طموحنا ومش هو دي تطلعاتنا. مع حسبة بسيطة لو بنتكلم عن واحد متجوز وعنده عيلين وعايز يصرف عليهم أكل وشرب ومدارس ومواصلات وسكن وإيجار، لا لا يمكن طبعا الأجور اللي بتتاخد ديت. لكن أنت مع وضع صعب موجود جوه، سواء إذا كان اقتصاديا أو سواء إذا كان يتعلق بالمصانع أو بالشركات أو بالإمكانيات اللي موجودة عندهم، يعني دي مشكلة بنقابلها وبنواجهها. لذلك احنا كل نلاحظ حتى في الفترة الأخيرة حد الأدنى للأجور اترفع مرة والتانية، وبنحاول مرة تانية وتالتة. قابلنا صعوبات مع رجال الأعمال لأن المجلس القومي للأجور بتمثل في الحكومة وأصحاب الأعمال وتنظيم النقاط. صحيح بس أنا برضو بمتابعة كل ما جرى في السنوات السابقة بلاقي أنه طول الوقت في اختلاف في المصطلح. العمال بيكلموا عن مصالح العمال وصاحب العمل بيتكلم عن مصلحة صاحب العمل، ما عادش بيتكلم عن مصلحة العمل نفسه. يعني لأنه لما بلاقي مثلا عمال بيعملوا احتجاج وإضراب عشان ما خدوش أرباح السنة دي، بينما المصنع اللي شغالين فيه خسران مليار وبيتكلموا على أنا ماليش دعوة أنا اشتغلت أنا عايز أرباحي. المفارقات دي بتتحل إزاي؟ خلينا بعد الفاصل نسأل الأسئلة الكبيرة دي اللي هي واحنا بندور على مصلحة العمل ولا مصلحة العمال ولا مصلحة صاحب العمل؟ ايه بالظبط اللي ممكن يصب لمصالح الجميع؟ بعد الفاصل. اذا نتحدث عن انتخابات النقابات العمالية التي جرت مرحلتها الاولى وتمت بنجاح يعني، وفي انتظار المرحلة الثانية اللي هيبدأ الترشح فيها من السبت المقبل بإذن الله. وزي ما احنا بدأنا نقاشنا وحوارنا مع الأستاذ عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة التشييد والبناء، والأستاذ شعبان خليفة الأمين العام للعمال والفلاحين في حزب المحافظين، عايز أرجع إلى النقطة التي تركناكم عليها وهي العلاقة بين العمل وصاحب العمل والعمال. لأنه صاحب العمل وكأنه يتحدث عن مصلحة صاحب العمل، أما العامل فيتحدث عن مصلحة العامل، بينما أين هو مصلحة أو أين هي مصلحة العمل نفسه؟ خليني على سبيل المثال احنا بنتكلم في يعني مشكلة طازجة تعبر عن هذه المشكلة تحديدا بمناسبة الانتخابات.
تنويه رقم صدر من احدى الشركات يعني اللي عمالها وعامليها، رقم صدر بتاريخ 16/5، حاجه طازه جدا يعني، بشان التوجه نحو استقرار بيئه العمل لصالح العين وللمحافظه على استقرار بيئه العمل واستمرارها، فان الشركه تهيب بابنائها العاملين بالانتظام في العمل وعدم الانصياع لهتافات وتوجهات التوقف والاضراب عن العمل، الامر الذي سيؤدي الى الاضرار بمصالح جميع العاملين بمختلف طوائفهم، علما بانه سيتم صرف ما يلي وذلك للعاملين فقط الذين ينتظمون في العمل بدايه من الساعه 8 من صباح يوم الثلاث. والحقيقه بيكتب ارقام للصرف، واضح انها متاخرات كثيره. دي النقطه اللي عايز اتكلم فيها يا استاذ عمنا استاذ شعبان، انه صاحب العامل عنده شكوى وعنده حق عايزه او هكذا يراه، صاحب العمل عنده مبررات واعذار ومشاكل او هكذا يراه. لما بيجي الراجل العامل ويضرب، يقوم صاحب العمل يقول طب ما الشركة عطلت مفيش فلوس يبقى مش فيش حقوق، ونفضل بقى في الدايرة الجهنمية دي. تقريبا تقريبا ربما كل يوم في مصر في مشهد من النوع ده. النقابات تحله ازاي؟ في الغالب اغلب المشاكل اللي بنقابلها وتكون شبيهه لكده بيبقى في تفاوض بيننا وبين اصحاب الاعمال من خلال التنظيم النقابي او من خلال ممثلين للعمال، لان احنا نوصل لحلول حتى لو يعني بنشوف فيها الظروف اللي موجوده. القصه مش قصه ان انا عايزه خلاص كعامل، برضو المؤسسه دي مهمه جدا عندي سواء اذا كانت شركه او مصنع، واستمرارها هو الامان الوظيفي الحقيقي للناس اللي موجوده. مع احترامي الشديد ممكن صاحب مصنع يبيع المصنع بكره، بس العمال هي اللي موجوده جوه. صحيح. وبالتالي فعلا. هو ده اللي بيهمنا دايما. بس هي العمليه بتبقى عايزه ايه؟ شفافيه ووضوح من اصحاب الاعمال. واللي احيانا احنا بنشوف تعنت منهم في ان هم مش في بيبقى ممثلين من العمال في الإدارة في جمعية عمومية، ولا بنتكلم على الشركات العائلية اللي بنبش؟ لا، الشركات العائلية ديت يمكن دي بقى اللي بتحصل يمكن فيها المشاكل بشكل كبير جدا. لأن الشركات العائلية الأب رئيس مجلس الإدارة والأبناء هم أعضاء مجلس الإدارة وهم اللي بيديروا، وبالتالي بيحط أرقام خيالية ليهم كأجور على فكرة. بس ده القطاع العائلي ده تقريبا يعني هو الأكبر، معظم هو الأكبر موجود يعني من أول البقالة لغاية المصادر. فده اللي بيخلي عمال زي دي تعمل مشكلة، هو شايف رئيس الشركة أو صاحب المال دوت من الممكن الميزانية بتاعته على فكرة تطلع خسرانة، بس هو قبض 30 مليون جنيه في السنة، ولاده قابضين 120 مليون جنيه في السنة، كل اللي بيعمله في حياته بيسافر بره بيجي هنا، الكلام ده كله على حساب المؤسسة، عربيات المؤسسة. فالعامل شايف ان الشركة بتكسب. النتائج التانية ديت اللي بتظهر عنده كتير من رجال الاعمال هو مش عايز يوزع ارباح، فبالتالي اربح ليه؟ انا هدفع ارباح للعمال، هدفع ضرائب، هدفع الكلام ده كله، الارباح الخاصه. هو بيقول لك دلوقتي هو في حد بيربح دلوقتي؟ يعني احنا في ازمه انا ما اعتقدش ان هم شغالين شؤون اجتماعيه يعني. يعني ده وضع مش يعني مش ممكن حد يجي يقول لي ان انا شغال بقالي 10 سنين 15 سنه بخسر ومستمر يعني حبا. مستحيل 10 يعني سنه والا قعدوا. عشان كده احنا بنقول لا، الامور عايزه مكاشفه وعايزه شفافيه وعايزه وضوح وعايزه احترام الاخر واحترام التنظيمات، وان الجهات اللي موجوده تتطرف معانا سواء اذا كانت قوى عامله او جهات اخرى، انها تبقى في الحياد التام في ان احنا نوصل لحلول. احنا يمكن في 2010 واتعمل ميثاق ما بين رجال الاعمال والتنظيم النقابي، ولكن قطاع الاعمال وزاره رجال الاعمال ما التزموش بيه. يعني طب خلينا نروح هنا لسياده النائب ايهاب منصور وكيل لجنه القوى العامله ورئيس الهيئه البرلمانيه للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. اهلا سياده النائب. اهلا بيك فندم. ازي حضرتك؟ خليني اعرض مع حضرتك عدد العاملين بالقطاع العام والاعمال العام وتطور هذا العدد في مصر عشان ننطلق الى سؤالنا الجوهري فيما يخص قانون العمل. احنا عندنا الجدول هنا من سنه 2009 يا جماعه، بنتكلم على 782 ألف عامل في القطاع العام والأعمال العام. بدأ يرتفع الرقم ووصل طبعا ل 818 في 2018، ثم هبوط شديد وصل إلى 695 ألف في 2021.
قانون العمل لا يخص 600,000 دولار بس يا إيهاب بيه، ده المفترض انه كمان والعاملين في القطاع الخاص. لكن السؤال اين هو هذا القانون؟ احنا بنسمع طول الوقت عن مشاكل في العمل، بنشوف طول الوقت النقابات واصحاب العمل. السؤال فين قانون العمل الذي نسعى اليه ويكون، وانتم كمان بالتاكيد في حزب الديمقراطي الاجتماعي معنيين جدا بفكره الديمقراطيه الاجتماعيه. اكيد طبعا احنا يعني ده امر يهمنا جدا. اجابه سؤال حضرتك ان يعني انا شرفت ان انا حضرت بعض من جلسات مجلس الشيوخ في مناقشات قانون العمل، ومنتظرين ان هو يجينا في مجلس النواب علشان نبتدي نناقشه بصوره رسميه. الحكومه اللي مقدماه يا فندم ولا نائب من النواب ولا نقابات ولا مين بالظبط؟ ايوه فندم، يعني يمكن كان القانون يتقدم يمكن من ازيد من 550 صفحه، وتم مناقشته فيه يعني مناقشات مطوله جدا في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ عذرا، في اللجان المختصه، ويعني انتهوا الى اراء من مجلس الشيوخ، وان شاء الله هيجي لنا في مجلس النواب وهنبتدي نناقشه. وطبعا يعني النقطة المهمة اللي حضرتك يعني أنا متابع مع حضرتك اللي حضرتك قلتها، فين مصلحة العمل؟ أنا دايما بقول في ثلاث أطراف علشان أي قانون ينجح، عشان القانون ده ينجح محتاج يبقى التشريع ده عادل وواضح وموفر لبيئة عمل جيدة. لو ما فيهوش الثلاثة دول يبقى هيطلع قانون صحيح يعني، بس العدالة هنا هتبقى نسبية، كل طرف هيشوف عدالة غيره ظلم له. بالظبط، ما هو ده شغلة المجلس بقى، احنا حضرتك الحكم، احنا لا عايزين نيجي مع صاحب العمل ولا نيجي مع العامل، لان في النهاية انك لو جيت على اي طرف زيادة عن حقه الطرف الثاني متضرر. اذا هي علاقة ما بين ثلاث جهات. ممتاز. اولا العامل لزيادة الانتاجية، ده اللي يهمنا او يهم صاحب العمل ويهمنا كلنا. صاحب العمل عايز يزود الاستثمار، مصلحة العمل وإيجاد بيئة عمل تيجي في تشريع واضح، لأن عدم الوضوح هو بيسبب مشاكل كثيرة. ممكن أدي حضرتك مثال بسيط يعني في مادة من مواد القانون بتقول في حكاية الإيقاف المؤقت اللي هو 60 يوم، بتقول مثلا إن هو يوقف مع صرف أجره كامل وحط حالة 1 2 3. احنا عايزين يبقى الحاجه واضحه، ما يبقاش صرف اجره، لا نقول صرف اجره كامل. ليه؟ لان دايما ويعني يمكن دي كلمه من كلمات حضرتك، هتلاقي دايما في مكان ما في جهه ما في العمل احد الجهابذه هيحط نص كده ويقول لا ده ما قالش كامل، لا ده قال جزء وهكذا. فاحنا عايزين يبقى الوضوح يريح صاحب العمل ويريح العامل ويخلق صحيح. بيئة عمل صحية. طيب سيادة النائب، ليه ما بنلجأش إلى إن احنا نشوف قانون عمل متبع في مجتمع صناعي متقدم قادر على إقامة علاقة يعني ندية وصحية بين كل أطراف العملية الإنتاجية، ونعتمد هذا القانون ونتمثله، بدل ما نقعد طول الوقت نحاول تشريع شيء يعني ينتهي إلى مزيد من التعديلات ومزيد من المداخلات والمشاكل؟ هو طبعا بص حضرتك، احنا في الامر ده ما فيش اي مانع نستعين بتجارب ناجحه، ده امر صحي جدا، لكن دايما هتلاقي عندنا ظروف خاصه و بقى الان ظروف خاصه دي خاص محتاج بعض التشريعات اللي تناسب ما يحدث على الارض. يعني انا البعض بيفكر بالطريقه دي سياده النائب، اللي هي فكره إثقال صاحب العمل أو المشروع بمطالب كثيرة تدفعه إلى أنه يروح يشتغل بطريقة اللي هو تحت بير السلم، الاقتصاد الأسود بتاع، إنما وهو كثير وهائل في مصر وغير منتظم، يعني لا في شكل بنكي ولا في شكل تأميني ولا، إنما لو سهلنا ودينا مساحات أوسع للمرونة هنلاقي القطاع اللي مش شايفينه ده بيخش جوه القطاع الانتاجي الحقيقي وجوه موارد الدوله وهكذا. يعني هي كذا فلسفتنا ايه؟ عايزين نوسع قاعده
العمل والعمال ولا عايزين نزود ايرادات ومداخيل؟ ايه الفلسفه بتاعتنا يعني؟ هو طبعا كلام حضرتك مظبوط. احنا ان بحثنا فقط عن زياده ايرادات او مصلحه طرح عن الاطراف الاخرى في الغالب يعني اللي بيبقى مطحون في القصه دي هو العامل يعني في اغلب الاحوال عشان نتكلم بكل وضوح وصراحه. في هذه الحاله احنا قد ننجح مؤقتا باداره ازمه مؤقته لا تصلح لاداره عمل مستقر ومستمر. لاداره ازمه بيبقى لها اليات وبيبقى لها اطر، دي شيء معروف ومعروف ان بيبقى وقته دايما محدود محدد صحيح. لكن انا علشان اقعد في اداره ازمه بصوره مستمره يبقى انا مش هيكتب لي النجاح او القانون مش هيعيش كتير زي قوانين كتيره صدرت صحيح. ولم تطبق على ارض طارق زمان. سياده النائب في سقف زمني لمناقشه القانون واقراره؟ هو طبعا يعني يجي لنا بس حضرتك احنا انا شخصيا والحزب احنا على اهبة الاستعداد ان احنا لما يجي لنا القانون نقدر نجلي بدلونا بصوره سريعه فيه ونتمنى يحصل فيه تكثيف للمناقشات لان احنا هنا يعني بنتكلم على 265 ماده فرقم كبير جدا علشان يتناقش هياخد وقت. يعني اتصور يعني ان هو لن يجد طريقه في دور النقاد الحالي لان احنا حاليا مشغولين بمناقشه الموازنه بنحضر اجتماعات يوميا الاسبوع ده واللي فات واللي جاي واللي بعده واتخيل يعني عشان ابقى واقعي ان لو حصل في مناقشات في المجلس هتكون بدايه من دور النقاد القادم يلتقي العام القادم يعني يا ست النائب شهر 10 يعني اللي جاي ان شاء الله هنبدا في شهر 10 وبعدين نقر على ايميل بقى. اشكرك جدا ست النائب ايهاب منصور وكيل لجنه القوى العامله بالبرلمان مجلس النواب. تعليقك على قانون العمل، هل بتعتقد ان احنا في اطار قانون يرضي جميع الاطراف ويلبي احتياجات كل اطراف العمليه الانتاجيه في مصر؟ لا انا ما اعتقدش كده لان احنا لينا تحفظاتنا على كتير من مواد المشروع القانوني اللي موجود حاليا. حضرتك القانون اللي موجود حاليا راح مجلس النواب قبل ما يتعمل مجلس الشورى وتناقش في مجلس النواب وبعد كده رجع مجلس الشورى عشان دستورية لازم يعرض على مجلس الشورى ورجع مرة تاني. كل الفترات اللي بتمر دي احنا مقتنعين تماما بالمشكلة فين. أصحاب العمل ليهم طلبات معينة تتعلق بحق الصرف في أي وقت، الصرف بمعنى أن أنا أستغنى عن العمل في أي وقت بعيدا عن أنا بحترم طبعا كل الكلام اللي قاله سيادة النائب وسعيد بأنه بيقول كده وكوكيل المجلس اللجنة لأنه الظروف تختلف. أنا مش ممكن أجيب حاجة من سيستم موجود برا وعايز أطبقها هنا من غير ما أخد السيستم كله. برا البطالة مش بطالة إن واحد مش لاقي أجر، هو بياخد عين البطالة، عنده تأمين صحي هو أسرته، عنده الدعم بتاع الكهرباء، عنده الدعم بتاع المية، عنده الدعم بتاع المدرسة. الوضع هنا في مصر يختلف، إن العامل اللي بيفقد وظيفته لأي سبب ولا لا ياكل ولا يشرب ولا كده. الوضع في مصر مش بيختلف، الوضع في مصر بيختل تمام. لان لما بشوف النسب هنا لما طلع يا جماعه نسب المشتركين في التامين الصحي ارقام استاذ عمنا مزعجه للغايه. يعني 39% فقط نسبه المشتغلين باجر المشتركين في التامين الصحي، شيء يعني اي نقابه في الدنيا تقولي على الكلام ده. يعني خلي بال حضرتك ده تامين صحي للعامل مش لاسرته، مش لاسرته كمان صحيح لأسرته. ويستقطع منه وبيدافع لنسب من اجره تمام بيدافع للتامين الصحي. لكن 28% يا جماعه لكن يعني اعتقد انه في الفتره مع قانون التامين الصحي الموحد الجديد وهو جاي هيضم كل الناس هيضم كل الناس لكن هياخد مراحل طويله. بس هو جاي لسه لسه جاي بقى من السويس والاسماعيليه وبورسعيد ويبتدي حيث طبق في المرات الاولى يعني. هم اختاروا يمكن بورسعيد دايما والمناطق لكن احنا عندنا تحديات كتير. يمكن حضرتك لما ابتديت البرنامج وبتتكلم عن التنظيم النقابي والعمال، لا عندنا تحديات كتير. تعديل قانون التأمينات، تعديل قانون التأمين الصحي، قانون برضو نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44% برضو. يعني مش لا التأمين الاجتماعي ولا التأمين الصحي
مغطي كل العاملين في مصر، ده شيء معناه غياب للأمان في نفس الوقت. لا، ما هقول لحضرتك زي ما كنا بنتكلم عن قوة العمل، قوة العمل اللي موجودة في مصر بخلاف الموظفين والموجودين في مؤسسات، هناك عمالة حرة اللي احنا بنسميها العمالة الغير منتظمة، ودي الثقافة التأمينية عندها مش موجودة، واللي بنحاول دايما ان احنا نضمهم للتأمينات، انه بيشتغل بيومه ولكن لا يسدد أجر عن نفسه اشتراك. بالرغم من قانون التأمينات الجديد، الدولة تحملت حصة العمالة الغير منتظمة كصاحب عمل مقابل ان هو يسدد الاشتراك العالي. الثقافة التأمينية دي اللي بنشتغل عليها وبنحاول بقالنا سنين طويلة، واللي بتحتاج مننا كلنا ان احنا نساعد الناس ديت انها تبقى موجودة جوه مظلة التأمينات اللي صحيح. استاذ شعبان، تطلب ايه من العامل اللي هيروح يصوت في الانتخابات في المرحلة الثانية؟ كم نقابة المعروف في المرحلة الثانية؟ 15 نقابة. انا بس في جزئيه مش ما ينفعش ابقى قاعد واغفلها في قانون عمل. اتفضل. في مؤشرات تخلينا كنقابيين غير مطمئنين ان يخرج القانون دلوقتي. ايه هي اهم المؤشرات المزعجه دي؟ انتقاص من صاحب من حق العامل المادي في العلاوه. قانون 12 اللي احنا بنقول عليه سيء السمعه بيقول 7% في الماده 3 في الماده 3 والماده 34 منه. هنا انتقصت ل 3% بالمخالفه للدستور والمخالفه للقانون السابق، بالرغم ان الماده الثانيه في صدر القانون اللي هو الجديد بتقول ان الحد الادنى لمكتسبات العامل اللي خدها من القانون ده السابق ما جيش انت تنقص لي منه. باب العود كله برموته كده. احنا مش لما تيجي ماده تقول لك من حق اي طرف من طرفين عقد بيختار الطرف الثاني اصبح العقد منقضي. طب فين حق العالم اللي قاعد 20 سنه عند حضرتك شغال وهيطلع لا هيلاقي شغل ولا هيلاقي ولا هيلاقي؟ في عقود معناها انه مفيش تعويض ولا مفيش مكافاه. الماده بتقول كده. انتقص من حق العامل في التعويض. الماده 122 كانت بتقول بحد ادنى شهرين عن كل سنه، حد ادنى ممكن تصل 6 شهور. هنا بيقول لك شهرين من الاجر الاساسي بتاع التامينات. اذا انت لازم تفرق ما بين الفصل وان بيبقى فيه حكم ان انا ادي اجر شهرين او ادي شهرين عن كل سنه، وفي فرق بين ان انا اديت خدمه داخل المكان وبعد كده طالع فباخد مكافاه. لا، انا ما بتكلمش على خروج معاش مبكر. لا، انا ما بتكلمش على معاش مبكر. سن المعاش انا ما بتكلمش على سن. انا بقر الماده الموازيه للماده 122. في حاجتين انت قلتهم يجب ان احنا نوضحهم. الثلاثة في المية هي ليست انتقاص من العامل في العلاوة. لا، انتقاص. واتحاد العمال خذل العمال في مجلس القومي الرغوف في الموضوع ده. عشان بس ما نخش في النقطة. انت هنا حزب. يا باشا انا اقول انا عاوز. انا هنا عشان اقول انا عاوز. انت هنا حزب. عظيم. انت مش هتوجهني تقول انا ايه. ضد الزب منها. السبعة في المية. يعني هو بيعتقد ان 3% ده انتقاص. السبعة في المية اللي موجودة في قانون العمل السابق كان بيتكلم عن مرتب اساسي. الثلاثة في المية احنا بنتكلم عن مرتب تأميني شامل. في فرق هنا ما بين ان بعد انا كل الحوافز والعلاوات. بص يا فندم، احنا بقى اللي هيفصل القانون ده لسه هيفصل بينا من بعد القرار رقم 57. لسه احنا عاملينه في المجلس القومي للاجور. القرار رقم 57 يا فندم. يعني ده ضمن القانون الجديد للعمل. هتبقى العلاوه كده في قانون العمل. يا فندم، القرار رقم 57 اللي حضرتك موقع عليه ومطلعه. نعم. اهو بيقول الحد الادنى للاشتراك التأميني 3%. اتفضل. بوقع 44 جنيه زياده للعامل اللي لسه. ايه هو الاجر التاميني؟ ما هو قانون التامينات الجديد يا استاذ شعبان. الاشتراك في فرق بين الاجر التاميني والاشتراك الاساسي ال 2000 جنيه. واحنا طبعا مده الحلقه خلصت، هنفضل نتناقش استاذ شعبان خليفه والاستاذ عماد من الجمل وانا هنكمل موضوعنا مع بعض، وباذن الله بحكي لكم ايه اللي حصل بكره. اشكركم جدا، والسلام عليكم.